مرحبا معكم حاتم العقيل مع جيمز اوف اريبيا. جيمز اوف اريبيا تسلط الضوء على الشخصيات الملهمة المميزة والمبدعة. اليوم معنا الضيفة المبدعة الممثلة المشهورة العالمية, one of my personal favorites, فاطمة البنوي. اهلا اهلا حاتم, كيفك؟ الحمد لله. لسلمي, كيف حالك؟ الحمد لله, thank you for having me. شكرا يعني فعلا مرة مبسوطين ومتحمسين انت معنا اليوم. وخلينا نتكلم كمان عن الموضوع. ايش شوف ايش اخر المشاريع اللي انت اشتغلتي فيها؟ اخر مشاريع هو يعني في مجالنا كذا اشياء مره كثير تطلع فوق بعض, يعني فجاه في مشروع بعدين يبدا هذا يدخل في النص. لكن يمكن الناس او كان في جمهور مره حي وجميل ايام مهرجان البحر الاحمر باخر عملين لي في كممثله اللي هم ابطال, فيلم ابطال وفيلم سكه طويله. والخبر الحلو انه ان شاء الله قريبا حينزل في السينما, فيكون في يعني جماهير اكبر ممكن تجي تتفرج على الافلام وتدينا رايها وتتفاعل معاها. لانه دائما احس الانسان المبدع او العمل المبدع ما يكتمل غير بجمهوره, لانه هو اللي يدي رده فعل ويتفاعل معاه. فهذه يمكن من الاشياء اللي كذا على الطاوله يعني جاهزه معي. اكيد البطل الغني عن التعريف ياسر السقاف, وابطال العمل اللي هم حقا وحقيقه ابطال كانوا تقريبا غالب جايين من جمعيه العون اعتقد, يمكن باستثناء واحد او اثنين, وكانوا من ذوي الهمم. وحقيقي حقيقي الهمونا ايام التصوير وادونا كل احاسيس الهمه والاصرار والروح الحلوه وروح المسانده خلال ايام التصوير. وحتى لما يعني اتفرج الجمهور على العمل حسيتها وهم بيتفرجوا عليه, حسيت انه حسوا بهذه الروح. سكة طويلة طبعا مختلف, كان معايا البطل اكيد الغني عن التعريف اكيد براء عالم, وانا وبراء نخوض تجربة سكة طويلة جدا في الصحراء في الربع الخالي ما بين الرياض وابو ظبي. وطبعا تدور احداث الفيلم حول يعني سسبنس معين او اثاره معينه, ما راح افضحها للجمهور اللي ما تفرج على الفيلم وبس. فمن ناحيه محتوى ومن ناحيه تراث, دحين احنا داخلين في مرحله انه صارت تراث لا يزال طبعا, بس دحين وصلنا لمرحله خصوصا مع السعودي كاب انه صار نوع من السليبريشن كمان اكثر على التراث. Yeah. فهل عندك خطوات معينه, عندك ستوريز معينه حتكون لها علاقه بالتراث؟ طبعا يعني انا دائما احس استخدم كلمه جلوكال, انه احنا نروح للعالميه لكن نحتوي ونحافظ ونستلهم من المحليه. فبدل ما نكون اكستريملي جلوبال او اكستريملي لوكال نروح جلوكال. والمحليه او التراث والتاريخ وقصتنا جزء لا يتجزأ من أي عمل أصنعه, سواء كان الفريق كان فريق من برا أجنبي أو فريق محلي. إحنا كوننا بنروي قصة محلية لازم ما نستغني عن هذه الأجزاء, والتراث جزء حقيقي يعني يكون روح العمل, سواء كان العمل تاريخي بطبعه أو عصري بطبعه, المحلية جزء لا يتجزأ منه. أكيد طبعا. احنا الحين في ميدان الملك عبد العزيز, الكويستشن كلب العالمي مع السعودي كاب. ايش احساسك؟ شوفي الاحسنه, شوفي البريبريشنز. انا يعني حقيقي كل يوم في انبهار متجدد. كلنا يعني كل طاوله فطور او غداء او عشاء او اجتماع او سفر او في الطياره او في المطار, الحوارات اللي بتثار واللي بتطرح هي عن التغيير, عن اللي بيحصل, عن الأجواء الراقية العالمية بطبعها, الجهود إن أبناء البلد بيشتغلوا بروح مثابرة بهالشكل, وإن ثمار عملهم بيشوفوها بشكل يومي قدامهم. أعتقد هذا من أجمل الأحاسيس اللي الإنسان ممكن يعيشها. وإحنا يعني جدا يعني في حالة يعني زي ما يقول شكر متجدد وإلهام متجدد, أن نكون مو بس مشاهدين لهذا التغيير لكن مشاركين في صنعته.
ممكن تقولي إنه التراث يعني has shaped your identity over the years؟ طبعاً طبعاً yeah. يعني أي مكان نسافره سواء كنا في رحلة قصيرة رحلة سياحة أو رحلة عمل أو رحلة دراسة وعلم كوننا من السعودية هي الوحدة قصة ودائما تطرح قصص أكبر وأعمق مع الجمهور اللي بيسأل سواء كان هذا الجمهور في يعني صرح علمي أو في سوق الحوارات تتجدد القصص تحكى باستمرار وأحس الأسئلة قد ما دائما تطرح نفسها أفهم عطش الناس إنهم يعرفوا أكثر عن بلدنا والآن إحنا أصلاً يعني مجتمع كريم بطبعه يرحب بالجماهير ويرحب بالسياحة بطبعه يفتح بيوته بطبعه فالآن كأنه أتاحت لنا الفرصة أو اليوم وظروف اليوم إننا نمارس الشيء اللي مرة إحنا متعودين عليه وجزء لا يتجزأ من كينونتنا إنه أصلاً إحنا مرحبين ونحب نفتح بيوتنا ونحب نوري الناس ثقافتنا فجاء اليوم الفرصة أننا نرحب بهذه الجماهير ونشوفها وكمان نحن نعيشها أكيد مين الشخص أكثر شخصيات اللي ألهموكي يعني في بداية مشوارك يعني إن كان في الكتابة أو إن كان حتى في الفيلميكينج يعني مش لازم يكون سبيسيفيك أعتقد يمكن من جزء مرة كبير من حياتي كطفل جزء مرة كبير من حياتي كطفلة كان أني كنت أتفرج أفلام كثيرة وكنت يعني الخيال كان جداً جداً بحر واسع عندي فكنت يمكن الشيء الوحيد اللي أتمناه أنه أحس أنه الأبطال اللي أنا برتبط بيهم يكونوا أبطال أقرب لي من ناحية يمكن الحوار أو القصة أو حتى المحيط شكل البيت شكل الفيلم ما كان شكله يشبهني لكن الارتباط كان موجود وقوي جدا فالآن لما أجي أصنع أفتكر فاطمة صغيرة وأقول يمكن في فاطمة صغيرة ثانية نفسها أنها تشوف شيء يشبهها وترتبط ارتباط أعمق من اللي أنا كنت تحلم أكثر كمان exactly. بالضبط أنه تحلم وترتبط والأفلام بطبعها تشاكس عاطفتنا يعني يصير في كده خيال نابع من واقع وحلو هذا الخيال حلو أنه نزرعه وحلو أنه نعززه كمان يكون في كمان endless possibilities يعني أكثر وأكثر بالضبط ومن ناحية تحبي تكتبي جدا يعني احنا معروفه كممثله بس كمان كاتبه فهل في مشاريع كمان نقدر يعني ننتظرها في كثير لكن يمكن اكثر شيء اقدر اقوله عن الكتابه طبعاً هو طبعا مفاجاه بس أيوة شويه يعني ايوه دفنتلي مفاجاه اعتقد يمكن اكثر شيء يميز الكتابه هو انه عن التمثيل قصدي هو انه الكتابه انت بتخوضها تقريبا لوحدك او مع بيئه صغيره من الناس ما في كثير أشياء فيها يشارك يعني ما فيها شيء مسلي أقدر أشاركه الآن مع الجمهور أو حتى صور يعني صوري أنا مع اللابتوب أو أنا مع الورقة والقلم ما هو تسويقي أما التمثيل يديك حافز أنك على طول تشارك أو تساهم في العمل وتشوف ردود الجمهور ردود أفعال الجمهور على طول عليه لكن الكتابة يبغى لها طبخ أكثر يبغى لها استواء أكثر يبغى لها نقد يبغى لها رحلة جدا أطول يعني كل الأعمال اللي بكتبها لي يمكن سنتين بشتغل عليها وتاخد وقتها وحلو أنه الكاتب ياخد وقته مع الكتابة حتى لو ما كان في ردة فعل مباشرة أو محفزة يمكن التحفيز الوحيد اللي عند الكاتب هو أعتقد أنه يجي من الداخل وكمان يجي من نظرته لتطوير عملية الكتابة وأنه كيف النسخة الأولى مرة تفرق عن النسخة التاسعة عن النسخة العاشرة هذا هو التحفيز اللي يجيك ويحمسك أنه لا دقيقة أبغى يطلع ده الكتاب أو أبغى هذا النص يعني أشوفه على الشاشة ووقتها it's an ultimate joy طبعا احنا من نتكلم كمان عن سباق الخيول واهميه الخيول واهميه يعني الحصان العربي فقولي لنا شويه عن وجهه نظرك
أتمنى إنه نعمل فيلم أو مسلسل وأكون فيه بقى على حصان، لأنه أعتقد إنه هو جزء من ثقافتنا من وإحنا صغار. يعني كنا دائما سواء على الكورنيش أو في عيد ميلاداتنا أو كنا دائما نجيب أحصنة نركب عليها نتصور، جزء من الاحتفالات لكن كمان جزء من الثقافة، التراث العريق اللي كان فيه سباقات خيل، الخيل العربي شيء يعني لما نسافر يفكر إنه إحنا يعني نركب خيول أو نركب حتى الجمال، فما بالك بإنه الآن مرتبط جدا يعني حضرتنا بالضبط. فالآن أعتقد اللي بيصير هو شيء جدا جميل، وهو إنه بنعمل شيء من التراث لكن بنكهة عصرية، ولما تصير نكهتها عصرية يكون في تجمع أكبر للجماهير للعين إنها تشوف شيء يمكن تراثي أو تاريخي بحت، لكن ممكن أنها تشوف نفسها بتشارك فيه، سواء كان جمهور يجي يشارك يجي يشاهد يشجع يبدأ يفهم إيش التفاصيل. أنا كمشاهد اليوم متحمسة أني أعرف أتيكيت العمل أو أتيكيت السباقات، لأني ما أعتقد أني خبيرة سباق خيل، لكن أتمنى أني أتعلم أكثر. وكسعودية أعتقد هذا شيء يعني ضروري أكيد. سؤال أخير، إيش الأصعب بالنسبة لك؟ What is authenticity to you؟ أعتقد أنها مزيج يعني أعتقد أن الأصالة مزيج ما بين المحيط وكيف يخليك تحس وردة فعلك تجاه هذا المحيط بكيف أنك أنت بتضيف لي بوجودك، وفي هذا المزيج ما بين المحيط وما بين الإنسان وجوده أصالة. وأعتقد لأنه كل ردة فعل للمحيط بتكون أصيلة، لأنه إحنا كلنا متفردين ومختلفين، قد ما تشابهنا قد ما فينا اختلاف، ففي كل واحد فينا أصالة بنوعها بتميزها. yeah. فعلا شكرا أخت فاطمة، شكرا لك اليوم حتى. كمان علمتينا أنه فعلا النوستالجا حتى أشياء اللي كنا نتمناها وإحنا صغار الحين نقدر نحلم أكثر وأكبر. بالضبط، ففعلا يعني وصلنا لمرحلة أنه sky is the limit. yes. وشكرا على حضورك. شكرا لك. شكرا لكم. إن شاء الله too many more. إن شاء الله يا رب. شكرا. We'll be right back.